مرحبا، يوم جديد وحلقة جديدة من برنامج فن نيوز بلشت. رح ناخدكم بجولة سريعة لنتعرف فيها على آخر أخبار النجوم والمشاهير محليا عربيا وعالميا. صدمت الفنانة السورية وفاء مصل الجمهور بتصريحاتها حول الطريقة يلي بترغب أنه تتم فيها إجراءات جنازتها بعد إعلان وفاتها، وكشفت وفاء أنها من الأشخاص اللي بيفضلوا تكون مراسم عزائهم بعيدا عن وسائل الإعلام حفاظا على خصوصية هي اللحظة، وقالت حضرت أبري وخطيت ورقة نعوتي وكتبت وصيتي بنقابة الفنانين، ومن المفترض على كل فنان القيام بتحديد هوية الشخص يلي لازم يتقاضى المبلغ المخصص له بعد وفاته. من العشق الممنوع. تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي عن وجود نسخة معربة من المسلسل التركي الأشهر العشق الممنوع يلي تلقى شهرة كبيرة بالوطن العربي وتم عرضه قبل 20 عام، وأفادت بعض الأخبار أنه العمل رح يجمع نخبة من نجوم سوريا ولبنان، ومن المحتمل أنه يجسد النجم اللبناني نيكولا معوض دور مهند والفنانة السورية كندا حنا مكان الفنانة بيرنساد بشخصية سمر، وأيضا رح يجسد الفنان السوري عباس النوري دور عدنان بيك وسلمى المصري شخصية فيروز خانم، ودلع نادر شخصية نهال. أما بالنسبة للفنانة اللبنانية ريتا حرب فرح تلعب دور بيسان شقيقة سمر. لك ألقاب مميزة بين محمد رمضان والفنانة أحلام. أشادت الفنانة الإماراتية أحلام بموهبة النجم المصري محمد رمضان ووصفته بالجوكر، وهالشي من خلال مقطع فيديو نشره محمد رمضان عبر حسابه على انستغرام ووصفها أيضا بالملكة، معتبرا أنها مصدر الثقة لكل إنسان بتواجد إلى جانبها. لترد أحلام معربة عن إعجابها بشخصية الفنان المصري وقالت أنا بقول عنك أنك الجوكر، يعني بتنجح بأي مكان بتتواجد فيه. وكتب محمد رمضان على الفيديو أحلام صاحبة أنقى القلوب وأحلى الأصوات العربية، ليلة رائعة مليانة بالمحبة والطاقة الحلوة. هي كانت جولتي السريعة على آخر وأهم الأخبار الفنية بالساعات القليلة الماضية. أكيد موعدي معكم بتجدد بكرة بترندات المشاهير والنجوم المفضلين عندكم. باي.